معانا ومعاكم دلوقتي الجميله عبير صبري اللي بنبارك لك على مسلسل الطوفان وحصد كل الجوائز. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا. ايه سر نجاح الكبير اللي عمله مسلسل الطوفان؟ يمكن الصدق، الورق الهايل، الاخراج الرائع، الانتاج، كل الممثلين النجوم اللي شاركوا فيه، المنافسه المهمه اللي كانت موجوده، الفكره اللي كان بيناقشها المسلسل. فاعتقد انه اسباب نجاحه كتير جدا مش حاجه واحده. تقولي ايه لريمون نقار والفنون مصر اللي جمعت كل الكوكبه دي؟ اقول له انت منتج كبير قوي، زي يعني منتجين الزمن الجميل اللي كانوا بيعرفوا في فيلم واحد يجيبوا 9 و10 نجوم كلهم بنفس القيمه ونفس الاهميه. فاعتقد هم بيعيدوا زمن الانتاج العظيم بتاع زمان مش بتاع دلوقتي.